السلام عليكم يا شباب، رجعنا لكم للعبة محاكي الصيد، صيد الحيوانات. صار فيها مابات جديدة، فوالله يعني تحمست شوي وحبيت أرجع لها ونرجع نصور فيديوهات مثل قبل. فاليوم عندنا أول ماب، راح نحاول نصيد الغزلان، فنشوف إيش اللي راح نقدر نحصله اليوم كبداية من جديد. فلا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، ولا تنسى تتابعني على التويتش، راح تلقى رابطه بالوصف وصف الفيديو. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. نادي عليهم هون، بس كمان دائما هذول المناطق لما يلتقوا فيها شيء. ما بدي اربل عشان ما يهربون، انا خايف يسمعوني. على كم متر هاي؟ وين؟ ما اقدر امشي بسرعة، اسمعوني. على 200 بيسمعوا. كمان في هذول البط. في فيديو بط انا كنت مسويه شباب، راح اخليكم رابطه بالوصف. اذا حابين نكمل بسلسلة البط فاكتبوا لي بالتعليقات. انا ذا غزال، بس لازم يكون في ذكر هون. بس انا حاط البطاط هون و مثل يعني الكمين، كان مشي الحال، كان نزلوا فورا. عندي كل شيء. هذا مبالي الذكر هذا، هاي لو انت هاي بارود جدا قوي عليه، وهاي كمان مو هيك، هاي اللي ضعيف كتير. خلينا بالام 1 احسن سلاح بالنسبة لي طبعا. نسر الكويل، نقدر نجيب الثاني والله؟ ما بتوقع. انا اقول بلا ما هيك يعني نضرب على الفاضي، لانه كمان في غير حيوانات ممكن تهرب اذا كانت قريبه. شو ذاك هناك؟ بشوف شيء. لا ما هو ولا شيء. ايه فما بدي اخلي باقي الحيوانات تهرب، فخلص يعني نحن نصطاد الحيوان يعني اللي ليفله عالي، والباقي بنخليه لبعدين. اللي بيهربوا عادي مثل بعضها. شوف هذول الاشارات هون شباب، عشان يعني بنفس الوقت اعلمكم. هذول هاي الاشارة هون يعني الايتنج زون بياكلوا فيها، وهذاك البرج فيك تبني تدفع له يمكن 2000 من هذول النقاط، تبني البرج وتستنى. يعني هون منطقة صيد حلوة. حتى هون في بطة كثير والله الظاهر. هذا كمان صوت غزال ثاني عم يسمعوا. شوف دمرته حرام. برونز 580 هو الكاش اللي بيمنع حاليا. اكسب. لا تنزل هاي؟ لا مستحيل، ما اتوقع تنزل. سمعت غزال من هذيك الجهه، نشوف ايش بالله صار معاه هذا. يلا ليتس جو بيبي. المنطقه هاي حلوه، لازم يكون فيها شيء هون قريب. هاي والله مثل ما قلت لكم، معقول يجي البط هون يهبط؟ انا مبطح لي شوي هون. ما بتوقع ينزلوا هون، صعب. مستحيل ينزل، مستحيل. ما في بط هون بالارض، لو حاطني لوني حاط بط كان مش الحال نزلوا. ذاك برضو غزال تاني. على مسافة كم متر؟ 109 فينا نجيبها. وراه غزال تاني كمان. صبي مش قاتلي. نقص دمه، بس راح نركض مسافة بعيدة حتى نجيبه الظاهر. وصار فوق هناك، تعال أدبره لاقيه. الشغلة حلوة انه انا مطور مهاراتي. هذا الثعلب كمان
انا مطور مهارات عندي، يعني تقصي الاثر ولا ايش يسموها، ما بعرف، يعني فيني اجيبه ايزي وين ما راح. بس مو دايما، مرات اللي بيربوا بعيد، مسافة بعيدة كتير على الفاضي. شو هذا الصوت؟ هذا الطير بس جديد، يعني طير جديد، نوع جديد الظاهر. ما يهمنا، خلينا نروح نجيب الغزال. طبعا صار لي فترة عم بدور عليه شبابا، يمكن 5 دقائق وانا عم بدور عليه، لقيته هون ميت. بس كمان سمعت شي صوت غريب، مش متأكد اذا حيوان له هو هيك من اللعبة من الطبيعة، ممكن يكون اشياء. لكن هذا هو الحيوان اللي نحن صدناه من شوي. كمان ذكر، شوف اصابة طفيف، يعني بدك تصيبه منيح حتى تقتله. 491 كاش، حلو بس مش كتير، يعني كان لازم ضربه منيح. ذكر النوع، لون النهر، بحيرة، حلو. هون ترى كمان بيلتقى، شوف مشان يشربوا مي وهيك. ما في شي وراي، ما بعرف. ما في شي ظاهر، مو هيك؟ لا والله فيها، بقول لك هذا غزال، غزال مش بس ورنينج من اللي سمعني. الريح مش باتجاهه، يعني هذاك، هذاك هو، ما راح اخليك تروح حرام يا زلمة. الريح باتجاهه صارت، وانت وانت وين الذكر؟ دار ما راح يطلع. جي جي، قطيع كامل، هاد قطيع كامل بس راح. شو الحظ اللي علي انا؟ وين رايحين هدول؟ هون على هاي المنطقة بتوقع. هنروح هناك والله نقول. شوف اليوم الجو مشمس كتير ما شاء الله، على مسافة. معقول اذا ضربته بالسلاح هذا الصغير اجيبه؟ خلنا نصيح عليه بالله ما يجي. شوف يجي يجي يجي، بيجي بيجي، ما عليكم بيجي. بس هو يطلع لهون ما علينا. 60 متر، هذولك الغزلان يجي يجي، بس صعب هذا، يعني راسه راح لي لليمين شوي. ثعلب ما راح يكون، شوف كل الغزانسة راح ترجع لهذا المكان. ذاك ذاك ثعلب، هذاك ثعلب. كم متر صار؟ كم متر؟ شوف 70. تعال، مشكلة ما فيني اضرب هذا السلاح على مسافة بعيدة، لازم يقرب غصب عني. انا بعمري ما صدت ثعلب ولا ما عذبني، واغلب المرات ما اقدر اصطاده. يلا بده يطلع، بس قرب شوي قرب شوي، بس بدي اشوفك. لسه 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 بكير. هتخلي خربت السكور، مالي خبر اني هذا غزال هناك وراه. هربوا دكار ليفل 3.
يا رب انا اكون بس صابه مره واحده، لانه ما بدي، مش جاي على بالي اخرب السكور اللي حصلته. انت علي شلون؟ ليش هربانين؟ ذكر ذكر ذكر، وين الذكر؟ هذا بدي انا. صايب ولا مرتين صايب، شايفين شلون؟ لا مرة 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 هون. حلو سيلفر. شوف الكاش 1333، لاني ضربته بسلاح ضعيف، يعني ضعيف لانه هو الثعلب ضعيف جسديا. اكسبت 1300 سيلفر، الرانك يعني بتاعه مش عالي. اكيد هذا راح يمر هذا الذكر. بس البط هون كثير بالمنطقه، شو عم بيصير؟ يعني والله اذا بسوي هون الكمين للبط الا ما يجي، مستحيل والله والله الا يجي. اكتبوا لي شباب بالتعليقات اذا بدكم تفيدوا البط. حتى العدة اني عشان انزل البط ما عندي، يا والله بنقهر كثير اكسرات وقت بدي هيك بط مع ولا شي بيجي. شيكوا على الفيديو شباب، راح احط لكم فيديو اول صيد للبط بالوصف تحت، شيكوا عليه. هذا طير ايش؟ بط بس بعيد. غزلان معقولة ما يجوا؟ نزلوا. شباب نزلوا. اروح عليهم زحف. يي. وعمرها ما صارت والله. مستحيل، ما بدها لا كمين الشغلي ولا شيء، البط هو لحاله بيجي. لان هذيك السطة اول شيء، هاي هون هون هناك الثانية شايفينها، هذيك لفلة عالية هذيك اول وحدة. خلينا ناخذ هاي لفلة، لفلة واطي 528 كاش ذكر لفل 2، والله حلو 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 حلو. هاي اخذنا وحدة، نروح على الثانية على الصيد الثمين لختامية هالفيديو. سهل، انا كانت سهل الصبر، صبرنا شوي، صارت 5 دقائق بالكثير يعني. بس ما توقعت ينزلوا هون يعني، تخيل ما توقعت والله. ليفل حرام والله حرام شباب، ليفل 3 يعني ليفل عالي هذا، بس ما صبت منيح. شوف لو اني ضاربه وقت اللي كانت على الارض كان اخذت رانك هذا ريت حلو برونز. حرام خربته يا زلمه. جولد و جولد، في عندنا دايموند، هذا اعلى شيء دايموند يمكن. دايموند كل حال، جي جي شباب. بط مدى القادم لازم احفظ هذه المنطقه شباب. هاي هون المنطقه شايفينها وين؟ كلها بط. هذا البيت هون اسم المنطقة مولي مولر واو مدري ايش. هاي المنطقة بدي يصطاد بط، يجي لهون يحط كمين بيمشي حاله. هيك بكون خلصنا الفيديو يا شباب، اتمنى انكم استمتعتوا بالمشاهدة. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، ولا تنسى تتابعني على التويتش للفيديوهات المباشرة. والسلام عليكم.